بقضايا متفرقة عالجتها مصالح من ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي محمد. بحر هذا الأسبوع تتعلق بكل من قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إنشاء الانخراط في عصابة أحياء مع الاعتداء الجسدي على الغير وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر، الإخلال بالسكينة العامة وزرع الرعب في وسط محيط سكني شعبي، الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمخدرات الصلبة. قضايا الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، مكنت عناصر الفرقة من توقيف 16 شخص مشبوه تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 32 سنة، من بينهم قاصر ينحدرون من ولاية الجزائر. كما تم ضبط وحجز 14 سلاح أبيض محظور من الصنف السادس من مختلف الأحجام والأصناف، قارورة مسيلة للدموع، 300 غرام من مخدرات القنب الهندي، 100 غرام من مسحوق الكوكايين، 140 سنتيم جزائري، 410 جنيه من العملة الأجنبية. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.